سامحني، رايحين للغة الفرنسية ومن على هذا الموقع تخيبينال دو نت سنرى هذا الخبر كما نلاحظ. فاكسا استرازينيكا. إذا نتكلم عن لقاح استرازينيكا، نوفو ديسي دون ستار دو 44 عام ابخي لانجيكسيون. نوفو ديسي كما نتكلم عن موت جديد، دون ستار دو 44 عام. إذا نتكلم عن موت جديد لنجمة دو 44 عام ذات 44 سنة ابخي لانجيكسيون، بعد اللقاح، بعد التلقيح. ابخي لانجيكسيون بعد التلقيح. إذا طبعا يتعلق الأمر بهاد النجمة الصحفية كما نلاحظ، هي التي تلقت هذا اللقاح ثم توفيت. تقول عائلتها il y a un trou en forme de Lisa dans nos vies qui ne sera jamais comblé. il y a un trou، هناك ثقب، en forme de Lisa كما نقول في شكل ليزا، dans nos vies في حياتنا، qui ne sera jamais comblé، qui ne sera jamais comblé، الذي لن يعوض، أو بمعنى آخر لن يغطى هذا الثقب، لن يسد هذا الثقب الذي تركته ليزا بعد وفاتها بعدما أخذت اللقاح. voilà les tristes mots employés par la famille de Lisa Chao. voilà les tristes mots، تلك الكلمات الحزينة، هذه الكلمات الحزينة، إنها الكلمات الحزينة. employés par la famille de Lisa Chao، التي استعملت طبعا من طرف عائلة ليزا شاو الصحفية. سيليبر جورناليست سور لي زوند دو لا بي بي سي. سيليبر جورناليست، إذا نتكلم عن صحفية، صحفية شهيرة، سور لي زوند دو لا بي بي سي، على أمواج إذاعة البي بي سي. أجي دو 44 عام، ذات سن 44 سنة، إلي ديسيدي كيلكو جور أبخي زافوار روسو لو فاكسان. Elle est décédée quelques jours après avoir reçu le vaccin. إذن هي توفيت quelques jours après avoir reçu le vaccin. بضع أيام après avoir reçu le vaccin، بعدما تلقت اللقاح. vaccin AstraZeneca décès de Lisa Chao à l'âge de 44 ans. vaccin أسترازينيكا، إذا نتكلم عن لقاح أسترازينيكا، ديسيد ليزا شاو، وفاة ليزا شاو، ألاج دو 44 عام، في سن 44 سنة كما قلنا، سي أون بياتريس نوفيل، إذا نتكلم عن خبر جد حزين، سي أون بياتريس نوفيل، إذا نتكلم عن خبر جد حزين، أون بياتريس نوفيل. إذا نتكلم عن خبر جد حزين. كيفيان دو طومبي، كيفيان، طبعا عندنا لو فاف فوني هنا، ولكن لو فاف فوني كما نلاحظ أنه أتى قبل فعل طومبي. كيفيان دو طومبي، الذي سقط قبل قليل كما نقول، الذي سقط مؤخرا، الذي سقط حديثا. ليزا شاو مير دو فامي، إذا ليزا شاو مير دو فامي إي جورناليست بور لا غادي دو لا بي بي سي. Lisa Chao, mère de famille et journaliste pour la radio de la BBC depuis plusieurs années, est décédée quelques jours après la première injection du vaccin AstraZeneca. Lisa Chao, mère de famille et journaliste pour la radio de la BBC depuis plusieurs années, est décédée quelques jours après la première injection du vaccin AstraZeneca. Idem Lisa Chao est homme, l'aïla, mère de famille et journaliste pour la radio de la BBC. ثم هي صحفية لإذاعة البي بي سي depuis plusieurs années، منذ عدة سنوات. et décédé quelques jours après la première injection du vaccin AstraZeneca. et décédé، هي توفيت quelques jours après la première injection، هي توفيت بضعة أيام après la première injection، بعد أول تلقيح du vaccin AstraZeneca. للقاح أسترازينيكا. سافامي a déclaré qu'il avait été traité à l'hôpital. pour des caillots sanguins. سافامي a déclaré. عائلتها
صراحت غادي نوفير ديكلاري او باسي كومبوزي كما نلاحظ. اذا عائلتها صراحت كلافي اتي تخيطي بانها عولجت. كلافي اتي تخيطي كلافي اتي تخيطي بانها عولجت الوبيتال. الوبيتال هي عولجت بالمستشفى. هي تعالجت بالمستشفى بوغ ديكيو سونبوا من حصيات الدم. اذا نتكلم عن الصحفي بان تمت معالجتها من حصيات الدم ميوسي دو فيون مودوتيت ولكن ايضا من الام حاده في الراس. اذا هي كانت تتعالج في المستشفى من حصيات الدم ومن الام حاده في الراس. بلاسي اون سوا انتونسيف. بلاسي كما نقول ان وضعت. طبعا وضعت كما تنشوفوا بان بلاسي متبوعه ب يعني انها وضعت. لو حذفنا هاد او لقلنا وضع لكان الامر متعلقا بشخص مذكر. اذا هنا نتكلم عن مؤنث. اذا قلنا بلاسي نضيف هاد او اون سوا انتونسيف. اذا وضعت في العنايه المركزه. بلاسي اون سوا انتونسيف كما نقول وضعت في العنايه المركزه او موضوعه في العنايه المركزه رغم هذا ليزاشيو نا مالوغوزمون با سيرفيكي. اذا ليزاشيو نا مالوغوزمون با سيرفيكي. نا مالوغوزمون با سيرفيكي مالوغوزمون كما نقول لسوء الحظ او للاسف. نا مالوغوزمون با سيرفيكي طبعا عندنا لو فيرب سيرفيفغ. سيرفيفغ يعني فعل عاش. سيرفيفغ يعني انه عاش بعد حادثة ما. سيرفيفغ يعني انه عاش بعد حادثة ما. إذن هي لم تعيش بعد هذا الحدث. Si le vaccin est considéré comme l'un des facteurs possibles dans les causes de sa mort, si le vaccin est considéré comme l'un des facteurs possibles dans les causes de sa mort, إذن si le vaccin إذا كان اللقاح est considéré هو يعتبر يعني معتبرا كما نقول أنه تم اعتباره comme l'un des facteurs possibles كواحد من العوامل الممكنة دون ليكوز دو سامور في أسباب موتها. ممكن تكون هناك أسباب أخرى أدت إلى وفاتها لكن هنا نطرح احتمالا سيلو فاكسان. إذا كان اللقاح إكونسيديري إذا كان معتبرا كوم لادي فاكتور بوسيبل دون ليكوز دو سامور إذا كان معتبرا كواحد من العوامل الممكنة دون لي كوز دو سامور في أسباب وفاتها. إون انكيت دوات إتر مني بور سون أسيغي. إذن هناك إون انكيت كما نتكلم عن التحقيق. إون انكيت إذن التحقيق دوات إتر مني يجب أن يؤخذ. يجب أن يؤخذ تحقيق ما. يجب أن تؤخذ متابعة ما pour s'en assurer من أجل التأكد منه. pour s'en assurer من أجل التأكد منه. من أجل التأكد إن كان هذا التلقيح هو عامل أساسي في وفاتها. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم بإذن الله.